عارفين بين نهايه الليل وبدايه النهار في نور بيطلع بسرعه. واحد قال له لما اقدر اميز ده رجل ودي ست، قال له لا. الثاني قال لما اقول دي شجره وده عمود نور، قال له لا. اجابات كثيره ما اقتنعش بيها. قال طب ما تقول لنا الاجابه ايه؟ قال لما اشوف في كل انسان قبله اخ ليا واخت ليا. لو ما شفتش كده حتى لو الشمس ساطعه انا لسه في الظلام. دكتوره مريم خليفه الكعبي قائم باعمال سفاره دوله الامارات العربيه المتحده بمصر، اخي معالي احمد ابن محمد الجروان رئيس مجلس اعلامي التسامح والسلام، الفنون والمبدعون اعضاء لجنه التحكيم والمكرمون وصناع الافلام المشاركه، الساده الضيوف الكرام، سلام وخير. نجتمع معنا اليوم في اطار من المحبه والتعاون لنحقق حلما وامنيه للكثير من الشباب الموهوب والمبدع الذي لديه الكثير من الطاقه الايجابيه والمفاهيم الانسانيه التي يريد ان ينشرها بالمجتمع ليسود السلام ويعم التسامح بين الناس. منذ ان التقيت باخي معالي احمد الجروان للمره الاولى بحضور الاب مراد رئيس الرهبنه الفرنسيسكان بمصر، وجدنا تفهما وتقاربا وتكاملا في الافكار والمفاهيم الانسانيه التي يجب علينا ان نعمل جاهدين معا لنشرها واعلاء قيم المحبه والتسامح والسلام بين البشر. احتفلنا هذا العام بمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته 69، ويتزامن مع هذا المهرجان السينمائي العريق والأقدم بالوطن العربي ميلاد الدورة الأولى لمسابقة الأفلام القصيرة تحت عنوان نحو حياة أفضل. ففي هذا المبنى وفوق هذا المسرح وقف معظم عمالقة ونجوم ورواد السينما المصرية ليتسلموا أول تكريم لهم في بداية مشوارهم الفني.